طيب النهارده كارلوس كيروس وجهازه المعاون جهاز المنتخب الوطني الاول اعلن قائمه المنتخب للمباراه الوديه امام ليبيريا في اطار الاستعداد لمباراتي ليبيا في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم اللي ان شاء الله باذن الله منتخبنا يكون موفق فيها. اختار كيروش سبعه من الاهلي. خليني اقول لحضراتكم القايمه بشكل كامل: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد ابو جبل، محمد بسام، محمد صبحي، دول رباعي حراس مرمى المنتخب في القايمه دي. خط الدفاع: احمد فتوح، محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، ايمن اشرف، علي جبر، باهر محمدي، احمد توفيق، اكرم توفيق. خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السوليه، طارق حامد، مهند لاشين، محمد مجدي قفشه، عبد الله السعيد. في الهجوم: محمد شريف، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، ابراهيم عادل، احمد سيد زيزو، واحمد سمير. ده بخلاف طبعا المحترفين اللي هينضموا بعد مباراه ليبيريا او لما يكون في يعني فتره الاجنده الدوليه تكون متاح ينضم فيها اللاعبين لما يخلصوا ارتباطاتهم يعني في اوروبا. لكن هي دي القائمه المحليه. انا عاجبني قوي بصراحه اختيار مهند لاشين، لانه لعيب ممتاز من افضل اللعيبه الموجوده في مصر في مركزه، زي عمرو السولية كده يعني بيلعب في نفس المكان ده وبيلعب في ستة كمان، مركز ستة وثمانية، ماشي بشكل ممتاز. فدي معناها ان الجهاز الفني مركز كويس، بيعرف بيختار مين. هو عمل ماتش كبير قوي قدام الاهلي، كان احد ابرز نجوم طلع الجيش. فانت مش حاجز اماكن للعيبه معينه، لا انت بتختار لعيبه انت عارف ان هم يستحقوا ان هم ينضموا لمنتخب مصر، فدي حاجه جيده في الحقيقه. بالمناسبه كيروش كان طلب من بعض الانديه اللي اختار منهم لعيبه ان هم يدوا اجازه النهارده وبكره للعيبه دي من التدريبات عشان يشتغلوا معها في التدريبات بدايه من بعد بكره باذن الله، وكان في تجاوب من الانديه دي او من اجهزتها الفنيه، ده امر مهم. طيب